انتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بدأنا الساعة الثانية من حياتك صح معاكو سارة النجار، وفي الفقرة دي بقى بنتكلم على الحوامل والمرضعات في ظل الوضع الحالي لكورونا والمتحول الجديد، ومهم جدا ان هم يحافظوا على صحتهم وصحة الجنين، وبنساعدهم في ده النهاردة. هنوضح كل المعلومات الصحية عشان يحافظوا على نفسهم وصحتهم، وكمان هنتكلم عن الحقن المجهري وازاي بيتم اجراء العملية دي. منورنا في الاستوديو دكتور محمد عز الدين، جراح امراض النساء والتوليد والعقم واخصائي معتمد للحقن المجهري بمستشفيات برمنغهام انجلترا، وعضو الجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق والمناظير. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا سارة، عاملة ايه الاخبار؟ مساء الخير. دلوقتي الكورونا والمتحور الجديد كل الناس بتكلم عنه، وكل الناس يعني عندها الاعراض نوعا ما. فقبل بقى ما ندخل ايه الاعراض بتاعت المتحور الجديد والكورونا، عايز اعرف من الاول التطعيمات، هل التطعيمات دلوقتي امنة على الحوامل او المرضعات ولا لا؟ طيب ده سؤال كويس جدا وسؤال جدلي في الفترة الأخيرة. كل الناس عندها مشكلة كبيرة، هل التطعيم بتاع الكوفيد سيف أو لا، أمان ولا مش أمان؟ أنا حابب أقول أنه ما حدش يخاف من التطعيم يا جماعة. تطعيم كوفيد هو أمان للحوامل والمقبلات على الحمل والمقبلات على الحقن المجهري وللمرضعات. يعني ما حدش يخاف من التطعيم، المشكلة كلها لما بيحصل المرض نفسه. يعني التطعيم هو حتى لو ليه أعراض جانبية هتظهر على الأم خلاص، أو على الحامل أو على المرضعة، فهو أقل ضررا بكتير من هي تاخد المرض نفسه. يبقى إذن كده ما عندناش خوف تماما من تطعيم كوفيد أو الأوميكرون المتحور الجديد أو واتيفر أيا كان. احنا ناخد التطعيم، وعايز كمان الناس مقدمي الخدمة الصحية في وزارة الصحة يبدأوا يغيروا الفكر شوية، لأن عندي حوامل كتير بيروحوا عشان ياخدوا التطعيم ويرجعوا يقولي لا يا دكتور والله قالولنا ما ينفعش تاخدوا التطعيم. لا، يعني نفسي الناس تغير الفكر ده ويدوا التطعيم للحوامل، واللي خدت التطعيم قبل الحمل وبقت حامل تقدر تروح تاخد جرعة تنشيطية كمان عشان تحمي نفسها وتحمي البيبي بتاعها بعد كده. الأنواع بقى، لأنه برضو من الحاجات الجدلية أنه يقولك ماشي طعامي بس خدي جونسون ما تاخديش فايزر، هل الأنواع بتفرق ولا لا؟ خلينا نقول برضو قولا واحدا كليرلي بكل وضوح، كل أنواع الفاكسينز هي سيف، ما فيهاش أي مشكلة خالص، تقدر تاخدها أيا كان إيه العرض الجانبي اللي هيجي، هو أقل ضررا عليها من المرض نفسه. المرض نفسه بقى يعملوا ايه لو جالهم خلاص انا اتطعمت او ما اتطعمتش، حامل بترضع وجالها كورونا، ازاي او تتعامل ازاي وتحافظ على صحة الجنين ازاي؟ هو جالها كورونا، هي مش هتعرف 100% هو كوفيد او لا غير لو بالمسحة. طيب عملت المسحة وطلعت كوفيد، هي بتاخد الاجراءات الاحترازية الاحتياطية زيها زي اي واحدة مش حامل. يعني لو هي جوه الحمل بتاخد البروتوكول، بتعرض البروتوكول علينا، بنقول البروتوكول مناسب او لا، وطبعا الحاجات الوقائيه العاديه جدا، الماسك، الكحول، ما تطلعش في اماكن فيها ازدحام كتير، لو بتشتغل بنقول لها ريحي من الشغل، اقعدي في البيت، يعني لحد ما تبدا الاعراض تقل تدريجي. طيب لا، الاعراض مش بتقل ومش دور عادي مثلا وما عملتش المسحه وشاكين، بنتعامل معاه ان هو كوفيد until proved otherwise، يعني لحد ما يثبت العكس ده. يعني تقدر تاخد العلاج بتاعها لحد ما يثبت العكس، والله ما ثبتش العكس بنطلب تحاليل كده وبنتابعها طبيا لحد ما الامور بتمشي. بيأثر ازاي على الجنين؟ هل بيأثر اصلا ولا لا؟ تحافظ على الموضوع ده هو في الاول يا ساره كانوا قالوا انه الفيرتيكال ترانسميشن او الانتقال من الام للبيبي مش موجود، بس مع الوقت 2020 عن 2021 لا، الامور اتغيرت شويه. عندنا هنا بعض الامهات اللي كانت حوامل خلاص، وبعد الولادة لقينا في علامات معينة بتظهر في الإكس راي لو البيبي تعبان، على الشيست إكس راي للبيبيهات. فبدأنا نعمل إحصائية كده إنه لأ، اللي جالها مرض الكوفيد وهي حامل أو جالها دور برد وافتكرته مش كوفيد وكان برد عادي ولقينا مشكلة في البيبي، بقى كده بيأثر على البيبيهات. فالأفضل دلوقتي إن احنا نشجع الناس يا جماعة خدوا التطعيم، تطعيم مش مضر، ما فيش نوع معين عليه إجبار إنه لا ما ناخدهوش عشان أعراضه الجانبية صعبة، كلهم سيف،
كلهم افضل بكتير ما يجيلك المرض نفسه. طب لو هنفضل بقى شويه يعني هسألك سؤال كده فرعي عن بقى الكورونا نفسها, ودلوقتي منتشر قوي انه انا جاي لي دور برد من المروحه او من الدفايه وبقى المسحه بتطلع سلبيه, فانا ده دور برد عادي, وفي ناس بتقول لا دور البرد المنتشر ده هو المتحور الجديد الاوميكرون, فانا ازاي اولا اعرف اعراضه انه لا ده اعراض مش كورونا ومش برد ده اوميكرون, وبرده ازاي اتعامل معاه؟ طيب احنا اولا مش هنعرف خلاص. جميل. لان كلهم واحد. اوكي. هو كله نفس الاعراض اللي هو تكسير في الجسم, صداع, احساس على طول بالرشح او بالغثيان, دور كحه بسيط, هي دي الاعراض اللي موجوده دلوقتي او المنتشره دلوقتي على الاوميكرون. فهي هتيجي تعمليها هتلاقي اعراض البرد العاديه اللي احنا متعودين عليها من سنين, ما عندناش فيها مشاكل, وبناخد علاج البرد سواء من الصيدلي او من الدكتور, مع اني ما افضلش ان حد ياخد دواء طبعا من الصيدليات بدون استشاره الطبيب. بس احنا هنتعامل مع الدور ده على انه هو كوفيد او اوميكرون, زي ما قلنا مش انه دور برد عادي, لا لازم اخد الاجراءات بتاعتي الاحترازيه كامله حتى يثبت العكس, يا اما كيورد يا اما عندي مضاعفات, فببدا بقى الجا للاطباء وبعمل الاشعاعات بتاعتي اللي مش كلها مباحه طبعا في الحمل. انه عندنا السي تي بيتعمل بمحاذير كبيره جدا, وهو من الحاجات التشخيصيه لمشاكل الكوفيد. يعني هو من بعد عامه يا دكتور الكورونا ومن بعد السنه اللي فاتت بالذات, ان بقت الناس بتاخد البروتوكول من نفسها اللي هو ايه, جالك شويه كحه, جالك مش عارف ايه, فخد دواء الكحه ده مع مسكن مع مش عارف ايه وخلاص. يعني ما عندناش يعني القواعد جامده قوي كده, بس يعني الافضل انه استشاره الطبيب, ولما يقول الدكتور المتابع لحضرتك انك تقدري تاخدي البروتوكول تاخدي البروتوكول وقتها. تمام. احنا بقى من الكورونا هننتقل للحقن المجهري, بس اسمح لي هناخد فاصل هنسمع عمرو دياب وهنرجع تاني. ابعتولي على الواتساب 015-59-55-1006 اي سؤال يخص هذا المجال او الحقن المجهري, ابعتولي على طول ودكتور محمد هيرد عليكم. عمرو دياب ونرجع تاني, خليكم معانا. انتوا مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم في حياتك صح, ولسه منورنا دكتور محمد عز الدين جراح امراض النساء والتوليد والعقم, وبنتكلم بقى دلوقتي على الحقن المجهري. ناس كتير بتكلم عليه, في معتقدات كتير عليه, ناس كتير مش فاهمة هو أصلا إيه اللي بيحصل. فأولا كده عايز أعرف منك إيه هو أصلا الحقن المجهري؟ طيب الحقن المجهري هو وسيلة من وسائل الإخصاب المساعد. الحقن المجهري مش حاجة قديمة جدا, لا هي حاجة تعتبر وسطية خلاص في التعرف عليها, هي التحديث بتاع أطفال الأنابيب خلاص. الحقن المجهري ده حاجة فتحت بيوت كتير زي ما بيقولوا وعملت بيوت. الناس هنا في مصر قبل ما اشرح هو ايه الحقن, عايز اخلي الناس ما تخافش من الحقن المجهري. الناس بتدخل تقولي احنا مش عايزين نعمل حقن. بالظبط. طيب هل الناس اللي في مراكز الحقن المجهري بتحب الحقن المجهري؟ لا ما حدش بيحبه. بس احنا بنعمله عشان احنا بنبقى مضطرين نعمل الاجراء ده لانه مفيد جدا في الحالة دي. يعني لو الحالة الطبية تستدعي حقن مجهري يبقى إذن هو الطريق بتاعها. يبقى أنا مش عايز الناس لا تكره الحقن المجهري ولا تتضايق منه ولا تقول ده غلط ولا ده عيب إن أنا عاملة حقن. يعني أعرف ناس كتير بتعمل حقن ما بتحبش تقول إن هي عاملة حقن. ده حقيقي. وده أنا شايفه يعني دفاعا عن الحقن المجهري, أنا بتكلم بالنيابة عنه. لا يا جماعة ما تخافوش من الحقن المجهري, بالعكس عمل حاجات إيجابية, فتح بيوت كتير, قلل نسب طلاق كتير موجودة في مصر بسبب عدم وجود أطفال أو عدم وجود عائلة يعني. فالحقن المجهري ده مهم, الحقن المجهري ضروري في بعض الحالات. الطريقة بتاعت الحقن المجهري مع تقدم الوسائل وتقدم العلم بقت بسيطة جدا, ما فيهاش مشاكل, بقت أسهل. احنا في بروتوكول بيتحط, أهم حاجة حاجة اسمها الكاونسلينج أو جلسة المشورة الأولانية اللي بتحصل ما بين الدكتور والزوج والزوج. حلو. بيشرفونا في العيادة, بنبدأ نشوف التاريخ المرضي بتاعهم ايه, طيب تأخر الحمل كام سنة. فنبدأ نشرح هو ايه الحقن المجهري. الحقن المجهري بيتم تنشيط للمبيض عشان نقوم بسحب البويضات الناضجة على حسب حاجة اسمها فوليكوليومتري او متابعة التبويض. خلاص بنوصل لليوم الـ14 او الـ15 حجم معين للبويضة. بندخل نعمل السحب ده تحت تخدير, يعني اجراء بسيط وسهل وما فيهوش خوف عشان الحالات بتخاف جدا. ده حقيقي. ده حقيقي. بعد السحب بننتظر اما 3 ايام او 5 ايام, في حاجه اسمها جنين اليوم الثالث وجنين اليوم الخامس. هو ايه جنين اليوم الثالث وهو ايه جنين اليوم الخامس؟ ده فتره انتظار الاجنه داخل الحضانات بتاعه الحقن المجهري. وبعد السحب بيتم التخصيب, وبعد التخصيب بنكون جنين. حلو. اما بننقله يوم ثالث داي 3 او داي 5.
وبيتم النقل إما بالتخدير أو بدون. هو إجراء بسيط جدا مش محتاج للتخدير أصلا. أوكي، فموضوع سهل بيكون، مش كل الضجة اللي معمولة عليه، لأنه دايما بيبقى فيه الخوف. لا بتاع... مش مخيف، بالعكس بالعكس، أنا بقول ده كويس جدا، بس أهم حاجة نبقى مختارين البروتوكول الصح في الشغل بتاع الحقن المجهري، يبقى فعلا حالتنا تستدعي الحقن المجهري. ايوه، ما هو احنا امتى بقى نعمله؟ انا عايز اعرف ايه الحالات اللي بتستدعي حقن مجهري، لانه دايما بيبقى هو مرتبط كده بالايه، باليأس، اللي هو ايه، انا خلاص بقى انا جربت كل حاجه وانا ما فيش عيوب وهو ما فيهوش عيوب، بس احنا مش عارفين نبقى عندنا. طيب الحته اللي انت بتقوليها دي يا ساره اسمها لو انا ما فيهاش عيوب والزوج ما فيهوش عيوب، ده اسمه تاخر حمل اولي غير معلوم السبب. ده حله هو الحقن المجهري. طب امتى احكم عليه انه اولي غير معلوم السبب؟ وبعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ على الاقل بعد سنه من علاقه زوجيه منتظم. يعني مش الزوج مسافر واقول اصل بقى لي سنه متجوزه. لا خلاص ميش. طيب هي ايه بقى المعايير اللي بقول ان انا وجوزي ما عندناش مشاكل، او انا سليمه وجوزي سليم؟ ثلاث حاجات مهمين جدا عشان يحصل الحمل في اي حد في الدنيا: البويضة والحيوان المنوي والطريق اللي هيتقابله فيه عشان يحصل التخصيب. فبنطلب تحاليل تبويض وبنطلب تحليل السائل المنوي من الزوج، وده مهم جدا. وعندنا الرجالة الشرقيين عموما والمصريين خصوصا مش متعاونين قوي في الجزئية دي. فبرضو بنشجع الناس، ما فيش مشكلة انك تعمل تحليل السائل المنوي، ما فيهوش اي عيب او ما فيهوش اي نقصان من اي حاجة ليك، بالعكس ده هيساعدك في المشكلة اللي انت موجود فيه. طيب عملنا تحليل سائل منوي وطلع كويس، عملنا تحليل تبويض كويس، السونار عندنا ما فيهوش مشاكل، ما عندناش اي اورام ليفية او لحميات في بطانة الرحم تعوق زراعة الحمل، الاشعة بالصبغة بقى وده اجراء مهم جدا عشان نعرف منه الانابيب اللي هو الطريق اللي هيتقابله فيه البويضة والحيوان المنوي هيحصل تخصيب. حلو، لما الأشعة بالصبغة بتجيلي سليمة يبقى كده كل أوراقهم سليم. تمام، أي حاجة قلتها حصل فيها خلل بنشوف الخلل ده ينفع يتعالج أو لا. يعني التبويض فيه مشكلة، زي مثلا أشهر حاجة دلوقتي بين البنات التكيسات الموبايل PCO، دي حاجة منتشرة جدا. هي مش منتشرة عشان بقت مستحدثة، لا هي عشان بقت بتتشخص كتير. زمان ما كانش فيه تشخيص للPCO. أيوة. كانوا يتجوزوا فيقولوا مش بيخلفوا من بعض، فهي تتجوز واحد تاني تحمل وهو يتجوز واحد تاني هيخلف فنصيبه خلاص. انما دلوقتي بقينا بنشخص امراض زي PCO وبقينا بنعالجها. يعني PCO من الحاجات اللي اسمها السهل الممتنع، يعني لو اتحل خلاص احنا هي جت بريجننت، هي حملت وبقت كويسه جدا. لا لو ما حصلش وقتها بنلجأ للحقن المجهري. اوكي، فأهم حاجة عندي بيبقى قبل ما اختار حقن مجهري او لا، اشوف الفيرتيليتي اندكس، معامل الخصوبة عندهم عامل ازاي. يعني الزوج مثلا تحليله كويس بس الزوجة عندها ارتشاحات في الانابيب، دي ما ينفعش اعمل عليها حقن مجهري غير لما اقفل الانابيب عشان اعرف اعمل حقن مجهري ليه فرص عالية في النجاح. هو مستوى الخصوبة لو عالي ممكن نستنى عليهم مثلا شوية ما نعملش حقن مجهري، ولا ما هو مستوى الخصوبة ده بنحدده بايه؟ تحاليل الزوجة لو كويسة، تحليل الزوج لو ما فيهوش اي تشوهات او ضعف في الحركة او قلة كبيرة في العدد، والانابيب لو سليمة ساعتها لازم ياخدوا فرصة للنورمال كونسيبشن للحمل الطبيعي. أوكي. لا عندنا مشاكل بقى تعوق ساعتها بنبدأ نحلها. اما اتحلت معنا او ما بنلجأ خلص. يعني مثلا 4 سنين زواج وعملوا كل التجارب اللي في ايديهم عشان يحصل نورمال وطبيعي وما حصلش، ساعتها الحقن المجهري حل، وحل مهم جدا. هل ممكن يجي لك حد تقول له لا مش هنعمل حقن مجهري؟ يعني هل في حالات انه لا يعني مش هعمل وانت ما ينفعش تعمل حقن مجهري، وانت ما ينفعش تعمل حقن مجهري؟ ده سؤال حلو جدا. طيب امتى ما نعملش الحقن المجهري؟ ما نعملش الحقن المجهري لو سن الزوجة واصل فوق 48 الى 50 سنة، لانه ربنا اصلا في الاساس خلى الدورة الشهرية بتنقطع في الاعمار دي حماية للمرأة نفسها. أوكي. عشان يحمي جسمها، لان هي مش في وقت مستعدة ان هي تحمل وتشيل الحمل وتقدر على تبعاته ومشاكله. ده حاجة السن. الحاجة التانية حاجة اسمها مخزون المبيض. لو مخزون المبيض ده قليل عن رقم معين، تحليل مشهور جدا بالنسبة لكتير قوي من المصريات اللي هو الـ AMH الانتي موديرين هرمون، مخزون المبيض ده لو قليل عن رقم معين بنقول لا ما ينفعش. ليه؟ لان ما عنديش المادة الخام، ما عنديش بويضة اقدر اشتغل عليها. عشان انشطها عشان يتم موضوع الحقن المجهري. بالنسبة للزوج امتى اقول له ما ينفعش حقن مجهري؟ لو ما عندوش اي حيوانات منوية في السائل المنوي بالقذف. أوكي. لو عملنا له مع اطباء الذكورة
عينة من الخصية وطلع مش موجود أمهات السائل المنوي أو الحيوان المنوي اللي في السائل المنوي. الحاجة المكونة للحيوان المنوي مش موجودة من الأساس، ده اسمه العقيم اللي هو ويجعل من يشاء عقيمة. فده ما بنقدرش نقول له يلا نعمل حقن مجهري لأنه برضو المادة الخام مش موجودة. غير كده لا نقدر نعمل الحقن المجهري لحد سن 45 سنة أو 46 سنة، وإن كان مش مفضل ده، مفضل أقل من السن ده عشان تشوهات الأجنة تقل، عشان ما يحصلش عندنا مشاكل كتير للأم في ضغط حمل، تسمم حمل، سكر مع الحمل، لأن ده بيزيد بزيادة السن. أوكي، طب لو الشروط كلها كانت متوفرة وعملنا كل الترتيبات اللي قبل عملية الحقن وبرضه فشلت، وده بنشوفه كتير، ان في ناس تقول لك انا عملت 3 مرات 4 مرات وبرضه ما فيش حاجه. طيب، بيبقى ايه السبب او ايه اللي يعملوه ياخدوا بالهم منه في المره اللي بعدها؟ لا بصي، انا عجبني السؤال جدا. مبدئيا هو ايه فشل الحقن؟ طب ما كلمه فشل اللي انت قلتيها يا ساره دي هي ايه فشل الحقن؟ وهل نجاح الحقن حدوث الحمل؟ انا شايف انه لا. اوكي، لا ليه؟ لان انت عندك عامل من العوامل مش في ايدك، وهو الروح. أكيد. ودي حاجة إلهية من ربنا هيهب الروح دي في الوقت المحدد ليها. صح. يبقى نجاح أو فشل الحقن المجهري بيتحدد مش بحدوث الحمل. حلو. بيتحدد بأنه إحنا نوصل لأحسن نتائج من أفضل معطيات معانا. حلو. أحسن نتائج إيه؟ إن أنا أوصل لعدد أجنة كويس، أجنة درجة أولى، أنقل الحالة دي أجنة وأقدر أجمد لها. ده بالنسبة لي تعريف نجاح الحقن المجهري وليس حدوث الحمل منه، لانه انت عندك فيه عامل من العوامل غايب عليكي وهو ازاي هتنزل الروح دي. فدي حاجه مش في ايدك. يعني الحاله لما بتيجي تعمل حقن بقولها انا وحضرتك منتظرين اختبار الحمل الايجابي بعد 14 يوم، لانه انا خلاص وقفت عند المرحله دي. بس اهم حاجه هو التحضير السليم بقى، ان انا احضر وابقى مغطي كل النقط اللي عندي سليمه، فينقصني فقط التوفيق من ربنا انه الروح تبقى موجوده. ودي حاجه احنا مش هنعرف نتحكم فيها ولا طب ولا اي حاجه. مش بتاعتنا بالظبط. طيب، في من على الواتساب يعني في حد بعت لنا سؤال رقم اخره 589 بيقول الحقن المجهري بيأثر على مناعه البيبي بعد نجاح العمليه ولا ملوش علاقه؟ ملوش علاقه. لا لا خلاص، وانس ان هي حملت هي زيها زي اي واحده حامل عادي جدا. تقدر تكمل حملها، ما فيش عادي، والبيبي بيكون طبيعي جدا وكل حاجه. يعني زي ما بيقولوا ليه نفس الام الحامل حمل طبيعي، له ما له وعليه ما عليه، ما فيهوش اي مشاكل. طيب، امتى الست ممكن تعيد المحاوله مره تانية لو المحاوله الاولانيه فشلت منها؟ فانا امتى اعيد تاني ولا اسيب لنفسي وقت؟ برضو الكلام الدارج اللي كتايمينج هو كتايمينج. يعني امتى كتايم اقدر اعيد؟ انا اقدر اعيد تاني شهر لو ما عنديش حاجه. اقدر اعيد تاني شهر واقدر اعيد تالت شهر، بس لازم ابدا اراجع بقى المعطيات اللي عندي اللي انا دخلت بيها، ابقى مغطي كل النقط، ما عنديش حاجه من عوامل اللي تقلل لي فرص نجاحي في ان انا اكون معاها اجنه كويسه تزود لها فرص الحمل. وساعتها لو مغطي كل النقط ما عنديش مشكله خالص ان انا اعيد الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده لحد ما هي تحمل. اوكي، ما فيش يعني ان تستني شويه او مش عارف ايه، ملوش لازمه الانتظار اذا هي القصه كلها عندها لازم حقن مجهري. فالانتظار مش هيفيد في حاجه لو هي مراجعه كل النقط مع الدكتور. لانه عندنا كمان حاجه كده الفتره دي الناس كلها بتتكلم عليها كتير جدا، الاجسام المضاده، الطفرات. بالظبط. يعني بالزبط. انا شايف انه كل الفزاعه اللي حاصله للسيدات الفتره دي على انه لازم تعمل تحاليل الاجسام المضاده، لازم الطفرات، لازم، مفيش الزاميه في حاجه زي كده. لانه الطفرات دي موجوده، واشهر طفره اسمها طفره مصر بيتكلموا عليها كتير الفتره دي في جروبات التاخر عن الحمل وفي جروبات المامس، كل الناس تتكلم عنها في السوشيال ميديا، وهي موجوده طبيعي في 10-40% من السيدات وبيحملوا عادي جدا وما فيهاش اي مشاكل ان هي تعيق حدوث الحمل. وهي كحاله في مصر مش محتاجه ان هي تروح تعمل كل التحاليل بالتكلفه العاليه دي، لانه ما فيش انشورنس في مصر عندنا يغطي الحقن المجهري. فهي لازم تبقى متابعه خطواتها. امتى الطفرات دي تبقى مهمه؟ لو احنا بنعمل سيرفي، بنعمل بحث شامل على مجموعه من الحالات، نقدر نقول لهم العشرة دول طلع فيهم كذا والخمسين دول فيهم كذا، فنقدر ناخد احصائية لنفسنا كأطباء بنقول البحث العلمي ماشي ازاي. انما هي كحالة لا، انا شايف ان هي تاخد العلاج الوقائي الاحترازي بتاعها عادي جدا، وتقدر تكمل بعد كده في اجراءات الحقن
لانه كتير حوامل عندهم اجسام مناعيه عاليه وحوامل ما بيحصل لهمش اي مشاكل. طيب احنا لسه مكملين وفي موضوع تاني احنا عايزين نتكلم عنه هو تجميد البويضات, وده من الحاجات اللي دلوقتي في ستات وبنات كتير بتتكلم عنها وبتشجع الموضوع ده, فانا برضو هبقى عايز اعرف من حضرتك معلومات اكتر عنه. لسه مكملين في حياتك صح مع دكتور محمد عز الدين. نسمع تامر عاشور ونرجع تاني, خليكم معنا. انتوا مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم في حياتك صح, معاكم سارة النجار, ومنورنا في الاستوديو دكتور محمد عز الدين جراح امراض النساء والتوليد والعقم. وكنا قبل الفاصل بنتكلم على الحقن المجهري, وصلنا لمرحله خلاص انه حصل حقن مجهري, هنعمل ايه في الولاده بقى؟ ولاده قيصريه طبيعيه ولا بتتحدد مع الوقت ولا ايه اللي بيحصل؟ طيب خلينا نتكلم في الحته دي بوضوح شويه. كلام طبي, تولد طبيعي او تولد قيصري, يعني نورمال او سيزيريان, الاثنين افيلبل بالنسبه لها. حلو. لانه بره مصر بيعملوا ده. خلاص بيدوها التشانس, يعني لو هي عندها فرصة الحمل سوري الولادة الطبيعية بتاخد التشانس بتاعتها كاملة بغض النظر عن طريقة الحمل, هي حملت ازاي, حملت بحقن مجهري, بتلقيح صناعي, حمل طبيعي, مش هتفرق. اهم حاجة مواصفات الولادة الطبيعية تبقى متوفرة فيها. حلو. طيب نيجي في مصر. في مصر عندنا عشان هو بريشيس بيبي, طفل غالي, ومعاناة مادية ومعاناة معنوية ونفسيات طالعه ونازله, وبنحاول كتير وجاي بعد وقت ومفيش انشورنس وصرفنا كتير. فمش اصح حاجه بس ذا سيفست الامن. خلاص بيقولوا للناس ولدي قيصري. خلاص والناس بتقول للدكتور انا خايفه من اي مشاكل في الولاده الطبيعيه فعايزه اولد قيصري. القيصري دلوقتي عندنا في مصر احنا من اعلى دول العالم, احنا ممكن نكون دوله رقم واحد في ريت القيصريات. ومش هرمي التهمة على الحالة ولا هرمي التهمة على الطبيب, بس هو في اشتراك ما بين الاثنين في ده. في حالات بتخاف وبتجبر الدكتور على كده, في دكاترة مش عايز اقول بتستسهل بس شايفة انه الافضل للحالة ده, فده خلى الريت يزيد عندنا. انما هل الحقن المجهري بيجبرني على طريقة ولادة معينة؟ الاجابة لا. لا اي حاجة الاثنين طبعا. طيب الحقن المجهري هل ممكن يغير من حاجة يخلي انه الست بعد كده تبقى عندها حمل طبيعي, ولا خلاص اللي لجأ لحقن مجهري من الاول خلاص لو انا عايزه بيبي تاني هروح اعمل حقن مجهري تاني؟ يعني دي حاجه بتاعت ربنا اكيد طبعا ونعمه بالله, بس هل في حاجه بتغير؟ هنتكلم في النقطه دي, ده حلو جدا. الحقن المجهري امتى الحاله لازم تحمل بالحقن المجهري؟ لو عندها حاجه مانعه تماما لحدوث الحمل الطبيعي. زي ايه؟ عندها كان ارتشاح في الانابيب وقفلنا الانابيب, اذا الطريق ما بقاش موجود. يبقى موجود. هي كل حمل هيحصل عندها هيحصل عن طريق الحقن المجهري. طيب الزوج عنده مشكله مش بيجيب عينه السائل المنوي عن طريق القصف وبيجيبها عن طريق عينه من الخصيه لوجود مشاكل عنده في امراض الذكور, يبقى كده برضو هي هتحمل عن طريق الحقن المجهري. انما لو كان تاخر الحمل سبب تكيس المبيض مثلا عملت حقن مجهري, لا عندها التشانس طالما الطريق موجود, طالما تحليل الزوج كويس, انها ممكن تحمل طبيعي بعد الحقن المجهري. وفي حالات كتير عملنا حقن مجهري ونقلنا اول مره وما حصلش حمل. اوكي. بتقعد شهر شهرين وبتجيلي العياده حامل لوحدها. نورمال. يبقى اذا هو مش قاعده ان هي على طول هتحمل بالحقن المجهري الا لو عندها حاجه تعوق الحمل الموضوع الطبيعي من الاول. طيب نروح بقى الموضوع تاني, الموضوع شاغل بنات كتير في الوقت ده وستات كتير, هو تجميد البويضات. عمالين نسمع عنه, ناس ضده, ناس معاه, الحاجات دي كلها. انا عايز اعرف بقى ايه تجميد البويضات الاول, عباره عن ايه؟ طيب هو ناس ضده وناس معاه, خلينا كلنا ان شاء الله نبقى معاه. دي طفره في الطب كويسه جدا. وهي موجوده بره بقالها فتره اكبر من مصر بكتير. انا دايما بقول الست كده مظلومه شويه. يعني عندنا تحليل السائل المنوي والتجميد بتاع السائل المنوي بقاله عشرات السنين. تجميد الاجنه في الحقن المجهري بقاله كتير جدا. نيجي عند تجميد البويضات, دخل مصر متاخر جدا حقيقي. مع انه لما دخل مصر زود فرص كبيره قوي لبنات مش بتفكر في الجواز دلوقتي, سنها عدى ال 35 او داخله على 35 سنه, ففرصتها في الخصوبه بتقل. شيز النيد, هي محتاجه ان هي تعمل تجميد البويضات لان ده هيحافظ لها على المخزون اللي موجود, بتجمد بويضاتها لوقت ما هي هتتجوز. طيب عندنا
في حاجة تانية، لو هي بنوتة صغير 19 20 21 وعندها مرض زي الكانسر وهتحتاج تاخد عليه علاج كيميائي او اشعاعي، هتاخد كيمو سيرابي او راديو سيرابي عشان تعالج المرض ده، الحاجات دي بتقلل تماما المخزون المبيض. انا لازم اعمل لها تجميد للبويضات، احافظ على يعني زي ما بيقولوا الامل عندها في ان هي تبقى ام، لانه برضو دكاتره الاورام، وده برضو مناشده لدكاتره الاورام زمان، ان هم لازم قبل ما يشتغلوا اي علاج كيماوي او اشعاعي على بنات صغيرين ينصحوهم بالمتابعه مع دكتور النساء، وان هي تعمل تجميد للبويضات، لانه حضرتك لايف سيفنج، انقاذ للحياه بتاعتها بالكانسر اللي موجود ده، ولكن ما تحرمهاش بعد ما تنقذ حياتها ان هي تبقى ام بعد كده في المستقبل. لانه قابلنا حالات كده 23 و24 سنه وما عندهاش مخزون بعد ما خفت من الكانسر وربنا عفاها، مش قادره ان هي تحمل. فالتجميد مفيد مهم. جدا مهم جدا، طفرة المفروض الناس تقبل عليها لو هي النيد ليها، لو هي محتاجاها. حلو، بيتم ازاي تجميد البويضات؟ بيتم بطريقة يعني زي ما بيقولوا بسيطة جدا، ما فيهاش اي تعقيدات، نفس الطريقة بتاعة الحقن المجهري ولكن بدون اخصاب. اللي هو ايه؟ بنشوف السونار، بنشوف مخزون المبيض، بنبدأ تنشيط للتبويض، وبيتم سحب البويضات وتجميدها في اماكن مخصصة لده أوكي. داخل مراكز الحقن المجهري. بالنسبة لسؤال تقعد قد ايه فترة، تقعد فترة الى ما شاء الله، بس اهم حاجة ان هي تتنقل زي ما قلنا قبل سن 45 او 48 عشان يبقى عندها مازال فرص في حدوث الحمل، عشان تبقى قادرة على ده. هل المخزون كله بيتم تجميده؟ يعني ولو حد قرر ان هو يجمد البويضات بيبقى المخزون كله بيتجمد، ولا بتاخد جزء والجزء الثاني يمكن يعني خالص؟ ده سؤال حلو عشان الناس فاكره ان انا لما هعمل كده هاخد المخزون كله بتاع، لا خالص، انا باخد مخزون التنشيط بتاع الدورة اللي بيتم فيها التنشيط، يعني الدورة الشهرية اللي هننشط فيها هيطلع منها بويضات ناضجة بشكل معين في السونار وفي التحاليل، بسحبها وهي مكملة بعد كده عندها مخزون ليه. طيب هي 34 سنة واتجوزت في 35 وما كانتش مقررة ده، هي ممكن تجيت بريجننت تحمل طبيعي بالمخزون اللي مازال موجود لو هو كويس. فمش مش يبقى كل مخزون، مش فاكر ان هي لازم تحتاج التجميد، بس التجميد هو رصيد ليها، يعني لما تجمد على سن 30 سنة وتتجوز 40 سنة هي عندها بويضات عمرها 30 سنة، فهيديها تشانس في تكوين أجنة من زوجها بعد كده المستقبلي لما تتجوز على سن 40، وهيقلل لها حدوث مشاكل ما بعد 40 زي الطفل المنغولي وتيفر يعني عندنا أمراض بعد 40 بتزيد، فهي جمدت بويضات على 30 فده هيديها تشانس أكبر. طب والبيتقاس بقى الكواليتي بتاعه البويضات دي؟ يعني هل برضه انا بفكر معايا مع حضرتك يعني انه ممكن البويضات دي خلاص تتجمد بس بعد كده لما تيجي تستخدمها تبقى البويضات دي مش صالحة او اي حاجة؟ هو دلوقتي ده قليل جدا، لانه احنا الكواليتي بتاعت البويضة، جودة البويضة بتتقاس بمجرد ما بيتم سحبها، دكاترة الاجنة في معمل الحقن المجهري بيقدروا يقيموا في درجات للبويضات، وهو بيجمد فقط البويضات اللي الكواليتي بتاعتها عالية. حلو. اللي جودتها عالية بيتم تجميدها، وبتتجمد دلوقتي بتقنيات حديثة ما بقتش بتقلل من الجودة بتاعتها نهائيا. فما تلاقوش من ده وتقعد لوقت طويل فتمام. ولو هم فعلا من الحالات او المواصفات اللي انا قلتها زي سن صغير وعنده مرض خبيث، او سن كبير ومش مخططة بلاننج لان هي تتجوز قريب وعايزة تعمل التجميد، هو حاجة ايجابية جدا ليها. طب حلو قوي. طيب عامه بقى للناس المقبلة على يا تجميد بويضات يا حقن مجهري يا الحاجات كلها اللي بتبقى دايما بنسمع عنها ان هي فيها مشكله فيها خطوره، لا يا بنتي وحضرتك عارف برضو التخصص بتاع النساء والتوليد بالذات في مصر احنا معظمنا بنقول كل المعلومات عندنا 100 مليون لازم بنقول كل النصايح لبعض وكل البنات بتنصح بعض، فانا عايزه بقى لا نصيحه بقى المتخصص الدكتور لاي حد مقبل على حقن مجهري على تجميد بويضات على تلقيح صناعي، الحاجات دي كلها يعمل ايه؟ ما يسمعش ايه؟ يبقى مجهز لنفسه ايه؟ طيب اول حاجه هو لازم يكون في ثقه في الدكتور اللي هو هيشتغل معاه الحقن المجهري، ويكون في هدوء خالص اثناء التحضير، لان التوتر والاسترس من الحاجات اللي مش مفيده خالص اثناء فتره التحضير. مهمه جدا جلسه المشوره الاولى خالص في اختيار الطريقه اللي انا هشتغل بيها على حدوث الحمل، هل هو هدي فرصه للحمل الطبيعي، لا هقول تلقيح صناعي، لا هقول حقن مجهري،
ده مهم جدا الكونسلنج ده او المشوره دي، لان هي دي البلان اللي همشي عليها انا والحاله مع بعض لحد ما نوصل لنتيجه الايجابيه. حلو. فالهدوء والراحه النفسيه والثقه في الدكتور واليقين في الله ان هو هيرزقهم في الاخر، ده مهم جدا. ده من اسباب زي ما بيقولوا النجاح، انه الاختيار الصح في الاول لكل المعطيات السليمه اللي هتوصلني في الاخر لنتائج سليمه. حلو قوي. طيب احنا في سؤال يعني قبل ما نختم، انا بحاول ايه يعني استفيد من حضرتك بقدر الامكان. الرحم الطفولي، انه في هل في حالات الرحم الطفولي تبقى الحمل فيها صعب او الحقن المجهري فيه صعب، ولا ده ملوش علاقه؟ انا بصراحه ما اعرفوش، فيعني طيب. قول لي طيب. ايه بالظبط هو ايه الرحم الطفولي او الرحم الطفيلي؟ هو رحم حجمه ومقاساته اصغر من المقاسات الطبيعيه. بيبقى عندنا تو يعني تو اكستنت، يعني تو لحد معين نقدر نقول الرحم ده يستوعب حدوث الحمل. تمام. انما لو الرحم فعلا طفولي 100% مقاساته صغيره جدا عن المقاسات الطبيعيه، هو مش بيعيق الحمل على قد ما هو ممكن يعمل سقط او اجهاض متكرر. لو حجمه اقل بكتير ساعتها ممكن يدخل في قائمه ان هو هيمنع فعلا حدوث الحمل، لانه اوقات مع الرحم الطفيلي بيكون فيه عيوب خلقيه تانية في الجهاز التناسلي، زي ان مفيش مخزون في المبيض كويس، ان مفيش انبوبه، انه في عيوب خلقيه في الرحم تاني زي الرحم الطفيلي. ممكن يكون فيه رحم ذو قرنين او رحم ذو قرن واحد او حاجز رحمي، كل دي عيوب خلقيه موجوده في الرحم. اوكي. فالرحم الطفيلي لازم يتشخص كويس جدا، لازم نعمل له سونار رباعي الابعاد عشان نعرف هو موجود او لا، وعلى اساسه بنبدا نتعامل مع الحاله. طب حلو قوي. في برضو حاجه الناس كتير بتسأل عنها، ومن الحاجات أنا عايز أعرف معتقدات غلط ولا صح، تحديد جنس المولود في الحقن المجهري، وأنه بيقولوا أنه ممكن ناس تلجأ لده أصلا عشان تبقى عايزة تجيب ولد، عايزة تجيب بنت، هل ده صح بنسبة ولا ده أي كلام؟ هي الصح تقصدي بيها إيه؟ إحنا عندنا يا سارة الأزهر أباح وصرح بتحديد جنس المولود في حالات معينة. تمام. الحالات المعينة دي أنه ما يبقاش أول حمل. يعني ما عندناش اولاد خالص ورايحين نعمل حقن مجهري او whatever الوسيله، وعايز اعمل سكس سيليكشن تحديد جنس المولود. ده مش صح. لما عندي 3 بنات وعايز اعمل تحديد جنس للذكر، ده مباح وما فيهوش مشكله. لا، عندي مثلا في حالات بتكون كل ما بتحمل في ولد بيجي فيه عيوب خلقيه، فهي عايزه تتفادى ده، فبتعمل فحص جيني وبتعمل تحديد جنس مولود لبنات. أوكي. إنما هو كحلال وحرام، هو حلال وما فيهوش أي مشكلة خالص، بس ليه مواصفات وشروط معينة. ونرجع في الآخر لقناعة الدكتور برضو. والدكتور في دكتور ممكن يقول لك أنا هعمل التحديد مع الحالة بغض النظر عن الأزهر أباح أو لا، وفي دكتور يقول لك لا أنا قناعاتي لا، خلينا لا يعني. ما ده حقيقي، ما احنا دلوقتي احنا يعني بنتكلم نوعا ما في الحاجة العلمية البحتة المجردة من انه هو ما فيهوش اي مشكلة، ما فيهوش اي غلط، هو مباح والأزهر أباح دينيا وبيتعمل، والكنيسة أباح. وبيتعمل يعني وبيتعمل المجهري ان انا بيتعمل ومفيد في بعض الحالات، زي ما قلنا في الامراض المعينة عند الاولاد كبيبيهات او عند البنات، لا بيفيد جدا طبعا. طب حلو. طب نصيحة بقى أخيرة دكتور، عشان يعني إحنا الوقت جري مع حضرتك، نصيحة أخيرة لعامة لفكرة الحمل اللي فيه مشاكل، الناس المقبلة على أنه أنا بجرب مش بينفع، طب أنا أروح لحقن مجهري ما روحش، عامة النصيحة إيه؟ ما يتخضوش، يهدوا، إيه اللي يحصل؟ زي ما قلنا من شوية سارة، النصيحة هي الاختيار السليم للدكتور وللبروتوكول والهدوء النفسي والطاقة الإيجابية، الناس ما تبقاش متوترة، الناس تبقى عارفة إنه ده رزق، ودايما بقول الرزق بمعاد، وهم بيدوروا على رزق مش بإيديهم، ده يعني بإرادة ربنا، فهو ليه معاد، هي عليها إن هي تسعى فقط لا غير. وإن هي أنت كان فيه في الفاصل أنت قلت لي على حاجة نسيتيها أعتقد دلوقتي، خليني أفكرك بيها، إنه ازاي اخلي الواحده تحافظ على خصوبتها. بالظبط. دي حاجه من النصايح المهمه جدا اللي ممكن نقولها دلوقتي، انه لايف ستايل لازم يتغير تماما بالنسبه للاكل والشرب والرياضه، يعني ما يبقاش الوزن عندي زياده، لازم اظبط وزني كويس جدا. لازم الدايت اكل هيلثي فود، ابعد عن الجانك والفاست فودز. ده من اول كام سنه؟
ده ولا من الاول من الحياه كلها من البدايه. أوكي. لانه احنا عندنا دلوقتي امراض من الامراض اللي انتشرت زي البطانه الرحميه المهاجره بتقلل من الخصوبه عند البنات الصغيرين. بتعمل الشوكليت سيست او كيس الشوكولاته المشهور جدا بالاسم ده. وده بياكل من المخزون المبيض، بيقلل من جوده البويضات. فاللايف ستايل ده مهم جدا من البدايه فروم ذا ستارت. انا لازم اكل صح، العب رياضه، انام صح، كل الفاست فودز ابعد عنها على قد ما اقدر، ان الناس كلها دي بقت تخرج عشان تاكل مش عشان خاطر تخرج. ده حقيقي، ده حقيقي. فبقى عندنا مشكله كبيره في البنات الصغيرين، بيقولوا لي في العياده ما عندهمش قدره انجابيه زي الاعمار الاكبر. القدره الانجابيه عندنا في في السن الصغير قلت. ده عشان اللايف ستايل اتغير تماما عندنا. وبقى في مشكله، لازم يبقى في لايف ستايل صحي. محدش بيروح الجيم دلوقتي كتير يلعب رياضه، لازم يروح يلعب رياضه. أوكي. لازم تقل في الوزن عشان خاطر برضو متلازمة التكيس المبيض دي عايزة وزن مثالي شوية. وزن كل ما قل نسبة الفات في الجسم كل ما زادت الخصوبة عند البنوتة. فكل دي نصايح نقدر نقولها لهم. في حاجات أكل معين أو شرب معين دايما بنسمع أنه مثلا شو بينسون كتير، الحاجات اللي فيها الهرمونات الأنوثة بتزودها، هل الكلام ده صح ولا يعني لا؟ هو مش لا. صح قوي. أيوة صح. بس الأكل الصحي اللي احنا بنقول عليه دايما بنقول بروتين كتير حلو، بنقول سلطة كتير، بنقول فاكهة كتير، وبنقول بنبعد عن ايه. لو قعدت عدهم دلوقتي هنقول بنبعد عن الرز والمكرونة والبطاطس والبيبسي والشيبسي والشوكولاتس والوافل والنوتيلا، كل حاجة بنحبها دي بالظبط. كل حاجة بنحبها نبعد عنها بقت يعني. انا وكمان دلوقتي في السموكينج بقى منتشر جدا. ده حقيقي، يعني بقى موجود عندنا انه الناس لا بتسموك، وده بيقلل من الفيرتيليتي وبيقلل من الخصوبة عند الاثنين رجاله وستات. هو بيقلل من ده وبيقلل من جوده البويضات عند البنوته. فهي محتاجه ان هي مع العصر اللي احنا فيه في 2022، لا لو انا بفكر في الفيرتيليتي بتاعتي من وانا صغيره بمشي على لايف ستايل صح، ببعد عن كل الحاجات اللي بتعمل لي مشاكل، وساعتها التعرض للاجهزه هتزيد. التعرض للاجهزه ده بيأثر ولا دي برضو من الحاجات الغلط، انه بتقعد على الكمبيوتر كتير، اللابتوب على رجلك، مش عارف الاضاءه عامه اللي احنا بنتعرض ليها؟ لا دي حاجات دي ما بتأثرش على الخصوبه بطريقه مباشره. لا اوكي خلص. طيب دكتور محمد عز الدين، جراح امراض النساء والتوليد والعقم واخصائي معتمد للحقن المجهري بمستشفيات برمنغهام انجلترا، بشكرك جدا. شكرا جدا جدا، نورتني. مبسوط اني كنت معاك. وانا كمان، ويعني النصايح بتاعت حضرتك مفيده جدا، فاتمنى كل الناس بقى المقبله على الخطوات زي دي تبقى اطمنت ان شاء الله. يا رب نكون فدناهم شويه ان شاء الله. اكيد بشكر حضرتك جدا، بشكركم. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم. الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من حياتك صح، بيبقى كل يوم 3 من 3 ل 5. اشوفكم دايما على خير. باي باي. كنتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.